حنا غادي نديروا شكايه دوليه ضد الرئيس النيابه العامه لان قام بتزوير الحقيقه، وثانيا لانه هو يملك حجج عن براءه توفيق بوعشرين وما بغاش يدلي بها، حيدها من الملف. غادي ندعيوه امام المحاكم الجنائيه الدوليه باش نربيو النيابه العامه. الرئيس النيابه العامه يدبر راسه، انا دوليا كان داه هو يدبر مخه، شغلو هذاك. انا فحال ديما الرئيس القانون الجنائي الدولي كيمشي للرئاسه، شغلو واحد اخر هو اللي كيتحمل المسؤوليه، شغلو هو اللي ما خصوش يعين ناس غير اكفاء، شغلو هذاك. هو زور تكرفص على المغاربه ودار الحبس وشوه وضحك على المغاربه، ينبغي متابعته. وإذا ما وقعش العزل ديالو من النيابه العامه غادي نتابعوه جنائيا ودوليا، وفضينا وتخرج فين ما بغات تخرج، لان طلع لينا الزعاف في الراس.